تشاهدون في سماء الاستعراض تحليق طائرة للنقل التكتيكي إليوشين 76 الموجهة لنشر القوات، الإسقاط الجوي للقوات والمعدات، الدعم اللوجستي للوحدات ومهام الإخلاء الصحي. طائرة أثبتت من خلال مهامها المنفذة قدراتها العملية العالية مع ضمان السرعة والفعالية في تنفيذ المهام الموكلة وفي كل الظروف. سيستعرض أشاوس الجو أمامكم عملية التزويد بالوقود جواً لطائرتين للدفاع الجوي سوخوي 30 من طرف طائرة التموين إليوشين 78، كما تضمن طائرتان مقاتلتان من طراز سوخوي 30 وفي نفس التشكيل عملية المراقبة الجوية لهذه المهمة، حيث يبرز هذا التشكيل قدرة طائراتنا المناورة على التحليق والمكوث أكبر قدر ممكن من الزمن في الجو بعد التوغل في عمق العدو وضرب مؤخراته وتدمير قواعده.